السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة GIS for We، ورحب بكم جميعا. الدرس الأول من المرحلة الأولى نتعلم RGS بثلاث مراحل. راح نتعرف على واجهة برنامج الأرك ماب والكتالوج والأرك تول بوكس. الشرح راح يكون RGS Desktop 10.8. عندنا التايتل بار، شريط العنوان نحط عليه اسم المشروع الشغالين عليه. عندنا شريط القوائم، نبلش من قائمة فايل، عندنا نيو نقدر نفتح مشروع جديد، عندنا اوبن نفتح مشروع قديم. هذا المشروع الشغالين عليه نقدر نعمله سيف بأي وقت، نقدر نعمله حفظ باسم تاني، نقدر أيضا نعمله حفظ بنفس الاسم اللي احنا شغالين عليه. عندنا شير اس، يعني نقدر الارك ماب نقدر نعمله شير على الماب باكج او على الار جي اس سيرفر او على الار جي اس اونلاين. طبعا هذول الشغلات راح يتم شرحها لاحقا. عندنا اد داتا، بنقدر نضيف بيانات على الارك ماب سواء كانت راستر فيكتورز تيبل، اي نوع من البيانات نقدر نضيفهم من خلال هاي الاداه. عندنا اربع ادوات موجودات هون، هذول بنستخدمهم عند انتاج الخرائط. عندنا بيج اند برنت سيت اب، نقدر نعدل على خصائص البيج قبل الطباعة، ونقدر نعمل معاينة للطباعة. أيضا نقدر نعطي أمر الطباعة. وآخر إشي في عنا الإكسبورت ماب، نقدر نعمل تصدير للماب على عدة صيغ مثل البي دي اف مثل الجي بي جي. عندنا Analyze Map. Analyze Map مرات بيكون في عندنا أخطاء موجودة في الأرك ماب، هذا Analyze Map بتكشف لنا هاي الأخطاء وبساعدنا على حلها عشان يصير الشغل أسرع. وأي خطأ موجود راح يعمل بطء للعمل، عشان هيك هاي الأداة بتساعدنا كثير بحل هاي المشكلة ولتسريع العمل. Map Document Properties، نقدر نشوف خصائص الماب. عندنا الفايل، السورس، مكان الحفظ وين موجود. عندنا التايتل، نقدر نكتب اي اشي نشوفه مناسب. GS4 وي على سبيل المثال. نفس الاشي باك البيانات. وايضا في عندنا last saved، يعني اخر مره قمنا فيها حفظ الماب. نفس الاشي الطباعة، ونفس الاشي الاكسبورت. اخر اشي في عنا نقدر نشوف جميع المشاريع اللي تم العمل عليها بوقت سابق. بعد القائمة فايل في عنا القائمة ايديت وفيو وغيرها من هدول القوائم، راح يتم شرحهم في درس لاحق باسم شريط القوائم من يبار في التفصيل ان شاء الله. لكن هون في عنا نقطة مهمة بخصوص القائمة كاستمايز. نروح على هاي القائمة، بعدها على قائمة الاكستنشنز والملحقات المقصود فيها. طبعا الوضع الطبيعي بكون مشيول جميع الصح عن هدول الملحقات، فاحنا يفضل ان اول ما ننزل البرنامج نفعل او نحط اشارة صح قدام جميع هدول الملحقات. طبعا احنا بهذا الدرس بنشرح الواجهة تبعت الارك ماب، فلذلك يعني اي شخص يوزر مستخدم لهذا الارك ماب مجرد ما يتطلع بيعرف يميز الاشرطة الموجودة في الارك ماب، وهذا الهدف من هذا الدرس. بعد ما تم شرح شريط القوائم المنيو بار، في عندنا شريط الأدوات التول بار. أي منطقة فراغ في هاي المنطقة أو هون نقدر نعمل رايت كليك، نضيف أي أداة من شريط الأدوات التول بار بكل سهولة. مثلا إحنا نضيف الأداة Edit Vertex، نقدر كبسة الشمال في الماوس نضلنا ضاغطين عليها ونحركها بأي مكان، نقدر نضيفها بأي موقع نشوفه مناسب. في عنا Table of Contents،
جدول المحتويات. هذا الجدول مهم جدا لأنه بيظهر لنا جميع الطبقات اللي احنا ضفناها أو جميع أي نوع من أنواع الداتا ضفناه نقدر نشوفه في جدول المحتويات، من فيكتور، من راستر، من بيسماب، من تيبل. آخر شغلتين معانا في هاي الحلقة موجودات في قائمة المنيو بار في قائمة فيو، في عنا سكرول بارز وستيتس بار. هلا السكرول بارز هاي موجود في المنطقة هاي، طبعا من خلاله بنقدر نتحكم بالانتقال بين داتا فيو واللي اوت فيو. نقدر نعمل ايضا تحديث للداتا، نقدر نعمل بوست للداتا، نقدر نخفيه، نشيل اشارة الصح ونقدر نظهره. والشريط الثاني ستيتس بار موجود في تحت عندنا بالجهة اليمين، بيننا نظام الإحداثيات المتري أو أي نظام إسقاط إحنا شغالين عليه. إحنا هون نبين عندنا الإكس والواي بالنظام المتري. بعد ما تعرفنا على واجهة الأرك ماب، في عندنا واجهة الأرك تول بوكس. تتكون من عدة صناديق كبيرة، كل صندوق كبير جواته صندوق أصغر، والصندوق الأصغر يكون جواته الأداة. يعني مثلا بدنا الأداة فيتشر توبوليجون، بنروح على الداتا مانجمنت، بنروح على الفيتشرز، بنروح على الفيتشر توبوليجون، أو مثلا ممكن عن طريق السيرش نلاقي هاي الأداة. السيرش بنلاقيه في قائمة منيو بار في القائمة ويندوز سيرش، أو في القائمة الستاندرد يكون موجود في قائمة الستاندرد. هاي سيرش نكتب فيتشر تو بو بيدون بين قوسين داتا مانجمنت. انا هنا وصلناها، هاي السورس تبع الاداة. كما ذكرت سابقا في صندوق الارك تول بوكس راح يتم شرح جميع هذه الادوات الموجودة داخل هذه الصناديق. في المرحلة الثانية نتعلم RGS بثلاث مراحل. بعد ما تعرفنا على واجهة الارك ماب وعلى واجهة الارك تول بوكس، في عنا واجهة الكتالوج. المقصود في الكتالوج اللي هي عمليات ادارة وتنظيم وترتيب الداتا الموجودة في الارك GIS. اهم نقطة لازم نعرفها في الكتالوج بشكل مبدئي واولي، انه كيف نربط فولدر عشان نستدعي البيانات الموجودة فيه. مثلا انا بدي انزل طبقة معينة داخل جيو داتابيس معين، مش موجود الفولدر او مش معمول كونكت للفولدر في الكتالوج. مجرد ما اكبس على الكونكت فولدر بروح على الفولدر اللي بدي اضيف الداتا اللي عليه، حط اوكي، بيظهر عندنا الفولدر اللي تم ربطه على الكتالوج. نفتحه على الداتابيس فيتشر داتا سيت، نروح على البلوك نضيفه. وصلنا لنهاية الدرس الأول بنتعلم RGS بثلاث مراحل. شكرا للمشاهدة، وإذا استفدتوا من الدرس بتمنى تشاركوني بكومنت بأرائكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.